احمد من الممثلين الجامدين جدا، احمد بيعمل ادوار صعبه في الحقيقه. هو انا بقول انه مفرط في حق نفسه شويه، لانه بياخد وقت عقبال ما بياخد القرار في انه يعمل الدور، يعني بينقي ادواره، ودي ميزه عنده وتعتبر عيب شويه انه بيتاخر في انه يعمل عمل. احمد صديق عزيز، وطبعا احمد السبكي اهلاوي كبير جدا وصديقنا من زمان، من قبل حتى ما يخش الانتاج في السينما، بيعمل حاجات في الحقيقه الجمهور بيحبها، يعني هو بينقي الحاجات اللي الناس بتحبها، وكان له فضل كبير جدا على مجموعه كبيره جدا من الممثلين اللي بقوا حاجه دلوقتي في عالم السينما. يعني مش اول تجربه ليك في مجال التمثيل، بس ليه ما شفناش ليك عمل مثلا؟ اتعرض عليا كتير، اترددت والله، اتعرض عليا كتير لكني اترددت لدرجه ان انا اتفقت على عمل فيلم وقعدت واتفقنا وكل حاجه، وبعد كده في الاخر اترددت. ليه بقى تردد؟ مش عارف، يعني ان انا اكون بطل عمل حاجه برضو محتاجه ان انا افكر فيها شويه، يعني انما حد جنبك يعني لحد ما، لكن ما حدش عارف المستقبل فيه ان شاء الله. ما هو الحاجه الرياضيه محتاجه يعني لعيب الكره يكون بيعرفوا يمثلوا. للاسف معظم اللي مثلوا زي في الزمهلاويه تمثيلهم كان ضعيف شويه، فعشان كده التجربه ما استمرتش. يعني ابراهيم اديك شارب النهارده بفيلم، ممكن ده يشجع الاعلاميين اللي هي تنزل بعد كده؟ ممكن. وابراهيم فايق بعد ما عمل البنش والعضلات والكلام دوت، اعتقد انه يعني دلوقتي هو مؤهل انه يخش مجال السينما. هل محتاجين فيلم عن محمد صلاح تبريد؟ والله فكره حلوه جدا، فكره حلوه، لان محمد صلاح اللي وصل له محمد صلاح مش سهل، ومش بسهوله، يعني كان في صعوبات كتير جدا قابلته. وانا يمكن على اتصال مع محمد من ايام ما كان في بازل في سويسرا، على طول متابعه وعلى طول عارف قد ايه هو كان بيعاني، لكن الحمد لله قدر ان هو يثبت موهبته، وخاصه بعد ما عمل تجربه مع فريق تشيلسي وما كانتش التجربه ناجحه، لكن بعد كده محمد اثبت انه مين يعمل البطوله؟ قدها وقدوه. مين يعمل البطوله؟ محمد صلاح. لا، هو محمد صلاح نفسه، ما حدش يقدر يعمل دور محمد صلاح. الموهبه دي بتاعت ربنا بقى، ما تقدريش كابتن مجدي في الفيلم كان وزير لمؤمن، اقول له يا مؤمن ربنا يشفيك ان شاء الله، واحنا كلنا بنحبك، واعتقد التكريم اللي شايفه مؤمن من البلد ومن الجمهور ومن كل القطاعات، سواء السينما سواء الرياضة سواء، بصراحة يعوض مؤمن شوية عن الـ ما يعانيه من دلوقتي. استاذ مجدي، اختياراتك مدمرة حياتك ولا عاملة فيك ايه؟ لا والله الحمد لله انا راضي. لا لسه الاغنية اللي عايزة. لا الحمد لله اختياراتي مش مدمرة حياتي.